اسحق بظهر يوم حسين ولا يا حسين يوم حسين ولا ابو علي ولا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متسابق حسين الخيقاني من محافظة النجف الأشرف. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. حياك الله أبو علي. قصيدتي للشاعر محمد حسن ضيغم. أنا مؤكرم حبيبي الله يحفظك ويرحمك. قصص أرويها للعالم كتبها المدمع بخدي أحب حسين أبو اليمة وغيره بقلبي ما عندي. الله الله ساعدني بالجواب. خدم قصص أرويها للعالم كتبها المدمعي بخدي الله أحب حسين أبو اليمة وغيره قلبي ما عندي. الله وياي قصص أرويها للعالم كتبها المدمعي بخدي أحب حسين أبو اليمة وغير بقلبي بما أذكر بالولادة شلون جيت دامي شفيت منحر. الله أكبر. أذكر بالولادة شلون جيت دامي شفيت منحر واحد دموعي العين تجري وانا اتحس بعد ما قلت زمنيا قال انا ابو الاكبر جاني ولي زميدي وقال له وصيك بوصيك يا حسين خادم رايدك لي وما تعوف المجالس يوم إلى أن يطلع المهدي. الله 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 فرجه الشريف. أحسنت 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 ما شاء الله. لا حد لا ما شاء الله يا أبو علي حسين الخاقاني. طين بواسع يصير ويانا كل احنا كل احنا الله انت بالأربع فرق. أنا إيش أقول سمحت السيد؟ أنا أقول حقيقة لا قيمة للأزرار قبالة الدموع. حقيقة قبالة هذه الدموع لا قيمة لا للأنوار ولا للمصابيح ولا للأزرار أبداً. وأنا متجسر بحضرتكم أيها الكرام. إذن أبو علي شي يختار منو يعجبه؟ إحنا خدام. أي واحد تختار كنا نقبل أقدامه. وما زال البكاء مستمر. حسين الشيخ ميسم التمر حبيبي بابا حبيبي قلبك الله 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 لوحة طيب للشيخ صاحب من الوجع الحسيني شفته والله واقف يم وكأن ملكا من السماء قد أنطق هذا البرعم بمشهد عظيم بلوحة مأساوية من هناك من كربلاء حيث الأطفال التي تسير في رمضاء كربلاء. وكذا أخذنا إلى الطفل الرضيع وإلى المنحر وإلى السيدة زينب وإلى التل وإلى هناك إلى تلكم المأساة التي لم يعرف العالم. نعم لم يعرف العالم مثلها أبدا. ف
فسلام عليك يا أبا عبد الله، هذه الدموع التي سالت حزنا على سيد الشهداء، وكيف لا وهو قد رتلها هذا البرعم بصوته الفطري البريء، رتلها بيننا ليثير مشاعر الوجدان داخلنا فانهارت الدموع. فسلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. مرتضى نعم مرتضى عفوا نعم سمح الشيخ. منو جاي وياك وليدي؟ منو الجاي معك؟ احكي بالمايك. والدك كل التحايا خليجي. صيح لنا الوالد صيحة منا بالمايك يسمعك. خليه يتفضل. يا الله إذا والده هنا نخليه. والدك سماحة الشيخ خليه يتفضل. حياكم الله، أهلا وسهلا بمن يرتدي معنا لباس الفضل والعلم والفقاهة. حيا الله شيخنا. أهلا وسهلا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. حياكم الله. عليكم السلام. حياكم الله. اخذوا المايك لو سمحت. وسهلا ومرحبا بكم، تشرفنا كثيرا بك وبابنك. الله يستر عليك. عفوا. الله يبارك فيكم حبيبي شيخنا الفاضل. الله يديمك. الله يعزكم شيخنا. اولا انا بعد اذن اساتذتي واخواني وتاج راسي الاخوه، نهنيكم على هذا البرعم الحسيني الذي سينمو ويكون وإن شاء الله شجرة مثمرة في حب سيد الشهداء عليه السلام. أنا في خاطري أسألك سؤال، أنه ما هي الفكرة وكيف تبلورت فكرة أن تجعله يقرأ من هذا العمر؟ يعني العمر الصغير، هو قد عمر الله يحفظه؟ يعني شيخنا هو قرأ عمره 4 سنوات. من قرأ عمره 4 سنوات. الآن هو عمر عجب من عمر 4 سنوات كانت عنده طاقة وقراءة. شلون يعني؟ نعم الله علينا. هو نشأ في بيت احنا من نعم الله اغلبنا خطباء وشعراء. ما شاء الله. قربوا المايك عليكم اذا تسمحون. العفو شيخنا. اتذكر خلي يسمعوني كل الاخوه، خلي العالم كله يسمع انه عندنا روايه عن الصادق سلام الله عليه. سلام الله عليه. انه من زار الحسين كانه زار الله في عرش. نعم. انا اتذكر ليله من ليالي الجمعة ازور قبر الحسين سلام الله عليه. وهو كان برفقتي. ايش قد عمره كان؟ كان عمره 4 سنوات، 4 وتقريبا كم شهر. بل. فهو إلى جنبي قال لي بابا إذا أحكي ويا الحسين يسمعني. الله. قلت له إيه بابا يسمعك، أشهد أنك تسمع السلام وترد الجواب. قال لي يعني إذا أحكي ويا يسمعني. قلت له بابا يسمعك أحكي. شو تريد منه بابا؟ قال له والله بهالنص بهاللهجة. قال له أبا عبد الله سوينا رادود مضبوط. وقد استجاب. شكرا لله. حتما. شكرا لله. فهو الكريم. شكرا لله. أنا أريد إذا يسمحون للأخوة وأخذ من وقتهم. مش يقرأنا مقطوعة دنيانا ظلام إذا. ما سيد السلام بلي لا محمد باقر. محمد باقر الخاقان. نعم. محمد عمه يصير. ما شاء الله كل التحايا له. أنعم وأكرم منكم ومن الملة. دنيا لظلام والخدم ضوام ما يبكي حرام يطب ريت هوى. ما عنده حسين آخر تلوين. الله تاليها يصير والماكو سوى. والماكو سوى من حاق يهيم. الله محبوب رحيم ما يرضى يجيم شيلو. احسنت كثيرا. سلمنا على عمو قرة عيونكم. سلامنا للعم العزيز. هذا خادم الحسين المبدع الطيب. بوركت على هذه التربية سماحة الشيخ، وأنتم أهل حقيقة لإنشاء مثل هكذا نشأ وهكذا أطفال مباركين ربيتموهم على ثقافة محمد وآل محمد. المايك. أنت شريك معنا إن شاء الله بالأجر. شريك معنا بالأجر حتما. الله يعزكم حقيقة. أرجو أنه من كل الأخوة الآن كل من يسمعني أنه هاي البراعم إن شاء الله في مثل هذا البرامج وغير أنه باقي البرامج حقيقة نقف لها إجلالا وإعزازا. الله شكرا لله. بعض الأخوة يشاركوني في الرأي أنا ما أريد أطيل. بعض الأخوة إحنا
كنا أنه أكو إمكانيات لكن ماكو هيك برامج، ماكو هيك أنه يستقطبون. فهنيئا لكم وهنيئا لنا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شكرا جزيتم خيرا، بوركتم، الله يبارك فيكم. حياكم الله شيخ، حياكم الله، تشرفنا كثيرا.